إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يزيدنا حبا لجلاله وحبا لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، واتباعا بالحق الذي أنزله من عنده، والحق الذي أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا علم لنا إلا ما وفقنا الله إليه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم إني أهتبل هذه الفرصة لأقدم شكري إلى الإخوة الأفاضل الذين نظموا هذا اللقاء المبارك، والشكر موصول أيضا إلى المسؤولين في هذا البلد الذين تجاوبوا تجاوبا رائعا واحتفوا احتفاء عظيما في تيسير هذا اللقاء وتسهيل سبله، فجزاهم الله خيرا. والشكر موصول أيضا إلى الإخوة والأخوات الذين تجشموا الحضور المبكر في هذا اليوم إلى هذا المسجد، لعلهم يلقون شيئا ويسمعون شيئا فيه خير لنا ولهم ولهذا البلد والأمة جميعا إن شاء الله. وهذا الشكر الحفيل شكر مسنون وسنة مهجورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فنشكر ربنا على ما أكرمنا، ثم نشكر إخواننا جميعا كلا بحسبه وكلا بموقعه وكلا بحسب جهده، فجزى الله الجميع خيرا. ولست أنسى أن أذكر شيئا مهما، وهذا الشيء يلتقي محورا من محاور هذا اللقاء، وهو رحمة الإسلام ورحمة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فإني أكاد ألمس هذه الرحمة بيدي، فضلا عن أني أراها ببصري ونظري. أقول ألمس وأرى هذه الرحمة متمثلة برقة هذا الشعب الطيب، الشعب المسلم في هذا البلد الكريم، فهم يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ويحبون الحق الذي جاءنا من عند الله وجاءنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مزية فريدة المتصفون بها في هذه الأيام قليل، لأن الخير يقل كلما بعد الزمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فأهنئ هذا الشعب المسلم، هذا الشعب الأندونيسي المسلم على هذه الرقة وعلى هذه الرحمة وعلى هذا الأدب وعلى هذا الخضوع للحق. ولقال الله، قال رسول الله تعظيما لأمر الله وتعظيما لأمر رسول الله: ولسنا نزكي على الله أحدا، فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وزادكم من فضله سبحانه في علاه. ثم أيها الإخوة والأخوات، أقول أمرا اعتلج في صدري ووقع في قلبي، وهذا الشيء يبدو في ظاهره متناقضا، لكنه الحق إذا شرح وبين. هذا الشيء هو كلامنا عن كون الإسلام رحمة وعن كون ربنا رحيما وعن كون نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. أما وجه التناقض الذي وقع في نفسي فهو أن هذه الأصول من البدهيات ومن المقررات ومن الأمور الواضحات البينات التي هي أظهر وأوضح من الشمس في رابعة النهار، ثم إذا بنا نضطر أن نذكرها دفاعا عن الإسلام وشرحا لصورة غيرت عن الإسلام وبيانا لحال تغيرت فيه الأنظار عن الإسلام. وهذا لا شك ولا ريب أمر يحزن القلوب ويحزن العقول، أن تضطر لواقع نكد لشرح أمر مسلم، أمر بدهي، وهو أن هذا الدين دين رحمة، وأن الله رحيم، وأن نبيه الكريم أيضا رحيم عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على إدراك هذا المعنى والقيام بحقه. وأما النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية المؤكدة لهذا الأصل والمثبتة لهذا البيان، فإنها أكثر من أن تحصى وأوفر من أن تستقصى، ولكن لا بد من ذكر بعض منها حتى تطمئن بالحق القلوب وحتى تسعد بالهدى العقول والنفوس. أما جل ذلك وأعظمه أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه رحيم، وهذا الوصف بهذا الاسم في كتاب الله كثير، ويكفي أنك يا عبد الله تكرره في صلاتك في كل يوم 10 مرات حتى تغرس وتغرز هذا المفهوم وهذا المعنى بهذه الدلالة في قلبك وعقلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تكرره في كل ركعة في البسملة وفي الآية الثانية حتى يكون هذا التصور لهذا المعنى وتحقيقه
عمليا وعلميا في آن معا. وأيضا الله عز وجل وصف نبيه عليه الصلاة والسلام في الوصف نفسه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحيم، كما أن ربنا عز وجل رحيم، لكن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم أجمعين تليق بعظمته، تليق بسيادته، تليق ببشريته، ورحمة الله تبارك وتعالى تليق بعظمته، تليق بكماله، تليق بجلاله، تليق بجماله. الرحمة هذه هي صفة لله وصفة للرسول، أراد الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام أن تكون واقعا في الأرض، لأن هذا الدين هو دين الرحمة، كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم يقل إلا رحمة للمؤمنين، وإنما قال إلا رحمة للعالمين، وليس فقط بني آدم، بل حتى إن رحمته عليه الصلاة والسلام وصلت العوالم الأخرى من جن وملائكة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة فصلوات ربي وسلامه عليه. ولقد جاءت نصوص متعددة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد على المسلمين المستجيبين لله ورسوله، المصدقين بحكم الله ورسوله، المذعنين لحكم الله ورسوله، أن يكونوا راحمين متراحمين حتى يكونوا من الله مرحومين. لا أن تكون الرحمة مجرد أمنية تتمناها القلوب، أو أنشودة ترددها الألسن، فهذا يستطيعه القليل والكثير. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله تعالى يريدنا أن نكون راحمين متراحمين مرحومين، ليس فقط بالقول، وإنما بالقول والعمل والكلمة والفعل. فقال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. جل وعلا، جل في علاه وعظم في عالي سماه. ويقول عليه الصلاة والسلام ارحموا ترحموا. ويقول عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. كل هذا وغيره كثير يؤكد معنى الرحمة لتكون واقعا حياتيا، ولتكون أسلوبا عمليا فعليا يرحم فيه الناس بعضهم بعضا، ويعطف الناس فيه بعضهم على بعض، وينصر الناس فيه بعضهم بعضا، وبخاصة من وفقه الله للإسلام وهداه لدينه وسنة نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا تكون هذه الرحمة على وجهها الحق وعلى صورتها الصدق إلا بالعلم النافع المبني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الرحمة بغير علم وبجهل فإنها عاطفة متحركة في النفوس قد لا توافق موضعها ولا ترافق موقفها، فيكون الأمر فيه خلط، والخلط يؤدي إلى خطأ وغلط كبيرين. لذلك كان أهل السنة من أهل العلم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، وأرحمهم بالخلق.
هذه الرحمة بالخلق تقتضي أن تنصحهم، تقتضي أن تشفق عليهم، تقتضي أن تفسح لهم المجال ليعودوا ويتوبوا ويؤوبوا قبل أن يموتوا أو يذوبوا. هذه الرحمة بالخلق تقتضي حرصا، من حرصك تستمده مما وصف الله به نبيه بأنه حريص عليكم. والحرص ترافقه الشفقة وتصحبه الرحمة، لا يكون معه التعنت ولا يكون معه التشنج ولا يكون معه التطرف ولا يكون معه التنطع، إنما يكون معه اللين والرفق والرحمة التي هي من أجل صفات هذا الدين وسماته العظيمة. وحتى لا يتوهم متوهم أو يظن ظان أن هذه الرحمة إنما هي للمسلمين فقط وبين المسلمين فقط، فيذهب به ظنه ويرميه وهمه إلى غير الحق، لابد من ذكر بعض النصوص النبوية التي فيها تأصيل هذه الرحمة وفيها بيان شمولها ليس فقط للمسلمين بل حتى الكافرين، بل ليس فقط لبني الإنس بل حتى الحيوان. النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد الدعاة وكان سيد الصابرين لما لقي من بني قومه من عداء ومن هجوم، وهو يصبر ويصابر ويدعو لهم عندما شجوا رأسه وأنزلوا دمه وكسروا رباعيته، لم يدعوا الله بالانتقام ولم يرد لهم إلا الرحمة، لأنه رحمة عليه الصلاة والسلام. فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، مع أنه ابتلي منهم وأوذي منهم، بل قال عليه الصلاة والسلام ما أوذي أحد في الله مثل ما أوذيت، فصلوات ربي وسلامه عليه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في صبره على هذا الإيذاء وفي احتماله لهذا البلاء كان يقول لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، صلوات الله وسلامه عليه. وكان صبره واحتماله صلى الله عليه وسلم طريقا عظيما وسبيلا كبيرا في نشر هذا الدين وفي تعليم الأمة الرحمة بأسلوب عملي وبطريقة تربوية تطبيقية، لا أن تكون مجرد كلمات أكاديمية كما يقال في هذا العصر، فيها قول بلا فعل وفيها كلام بلا عمل. فصلوات الله وسلامه عليه كيف كان سيد الدعاة وسيد الصابرين وسيد الراحمين المرحومين. صلوات ربي وسلامه عليه. حتى في حالة الغزو وفي حالة الحرب وفي حالة القتال ومواجهة أعداء الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. لم يكن الحرب في الإسلام يوما من الأيام حرب عداء، وإنما كان حرب فداء وحرب نشر
لمبادئ الرحمة، فليس القتل هو أول مطلوب بل إنه آخره، ولما يوجد هذا القتل يحاط حتى القتل بالرحمة. فالإسلام أولا أو الجزية والكف عن إيذاء المسلمين ثانيا، فمن أبى الإسلام ومن أبى إلا إيذاء المسلمين فإنه يقاتل ويحارب، ولا يقاتل ويحارب من أفراد الناس ومن عامتهم ودهمائهم وغوغائهم ورعائهم، وإنما يقاتل بأمر ولاة الأمور من العلماء والحكام الذين يتضافرون لنصرة دين الله. أما أن يخرج على المسلمين أفراد من هنا وهناك يعلن كل منهم الحرب على ما يهوى وعلى ما يريد، فهذا ليس لهم بإجماع الأمة. والله تعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. هذه مبادئ الإسلام في السلم والحرب، حتى في المواجهة وفي قتال العدو وجها لوجه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجه أمراء الحرب بالرحمة وإلى الرحمة: لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا راهبا في كنيسة، لا تقطعوا شجرة. الله أكبر، هذه أخلاق رسول الله، وهذه سماته، وهذه فضائله، وهذه شمائله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن القتل الأعمى يوما من عمله، فضلا عن أن يكون من أهدافه، فضلا عن أن يكون مما يحض عليه أو يأمر به. لم يكن التقتيل العشوائي عملا يرضى عنه ربنا أو يرضى عنه رسولنا عليه الصلاة والسلام. وكيف يكون ذلك كذلك وليس في هذا التقتيل الأعمى أو القتل العشوائي إلا البلاء والسوء والدم مما تأنف عنه النفوس الرضية، فضلا عن الصفات الإلهية، فضلا عن الشمائل المحمدية. بهذه الأخلاق وهذه المبادئ وهذه الأسس الكبار كان للإسلام سبقه، وكان للإسلام فضله، وكان للإسلام دوره في أن يرسي ما يسمى بإعلان حقوق الإنسان، وما يسمى بمبادئ حقوق الحيوان، قبل تفجر المعلومات وقبل الحضارة الغربية وقبل هذا التوسع الإعلامي الكبير الذي تشهده الكرة الأرضية، تغنيا بحقوق الإنسان وتغنيا بحقوق الحيوان. الإسلام قبلهم، والإسلام له فضله عليهم، والإسلام له سابقته لهم، فمهما حاولوا التقدم، ومهما حاولوا إظهار الحضارة، ومهما حاولوا تحقيق هذه المعاني والمعالم، فإن الإسلام هو السابق وهو اللاحق، السابق بتأصيله أسسه ومبادئه، واللاحق بتطبيقه هذه الأسس والمبادئ على أرض الواقع في تاريخه الماضي التليد، وفي حاضره المشهود، وفي مستقبله المشرق إن شاء الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. الله أكبر، أخلاق يتعامل بها المسلم ويتعامل بها الإسلام
حتى في ذبح الحيوان، فكيف يكون الحال مع الإنسان الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: ولقد كرمنا بني آدم. بماذا تكريمه؟ بماذا فضله؟ بماذا تفضيله؟ إلا أن يكون بهدايته إلى دين الله الحق، وبالطمع في أن يكون داعيا إلى الله بصدق، وبالرغبة في أن يكون صالحا في نفسه مصلحا في غيره. وهو أجل تكريم وأعظمه مما لا يزال غائبا عن جانب كبير بل أكبر من البشرية، إلا أن تتوب وتؤوب. وهذا إن لم يكن ربنا هو الموفق إليه فلا موفق إلا الله. وحتى تكتمل الصورة وتتضح بالحق أطرافها، لا بد من التنبيه على أمرين أو إلى أمرين. أما الأمر الأول فهو أن معاني الرحمة هذه ومعاني الشفقة تلك لا تتعارض مع عزة المسلم، ولا يجوز أن تكون سببا في أن يكون خاضعا ذليلا إلا للحق وإلا لإخوانه المؤمنين. فالشفقة والرحمة لها موضعها، والعزة والقوة لها موضعها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فذكر منها أن لا يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، حتى لو قذف بالنار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا من عزة المسلم واستعلائه بإيمانه دون خضوعه وخنوعه لغير ربه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، وفي كل خير بحسب قوته أو بقدر ضعفه. فالقوة والاستعلاء والعزة لها موقعها ولها موقفها، مما لا يتعارض البتة مع خضوع المسلم لربه وخنوعه لمولاه دون خضوعه أو خنوعه لأعداء الله. وكذلك لا يتعارض هذا الوصف بالرحمة والشفقة مع ذلكم الأمر الرباني للنبي عليه الصلاة والسلام بقوله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وبوصف الله تعالى للمؤمنين بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهذه الشدة وذلك الإغلاظ أيضا له موقعه، موقعه في الدرجة الثالثة كما قدمنا، ليس في الدرجة الأولى. الدرجة الأولى شفقة، والدرجة الثانية إنذار، والدرجة الثالثة غلظة وشدة. لأن هذا الذي لا يستجيب أول مرة ولا ينفعه نذير وإنذار في المرة الثانية، فهذا متكبر على الحق، متجبر على الخلق، لا يستحق إلا الغلظة. وفي الغلظة عليه درس لمن وراءه. ألم يقل الله تبارك وتعالى: فشرد بهم من خلفهم؟ إذن حتى هذه الغلظة هي درس في الرحمة، حتى يرتدع الناظرون ويمتنع المستكبرون بأن يمتنعوا عن كبرهم وأن يقفوا عن تكبرهم، لأن الدرس كاف بتهذيب النفس. ومن باب التقريب بالمثال، ولله المثل الأعلى، ألا ترى أنك تعلم ولدك وتهذبه وتدرسه، فإذا رفض تنذره، فإذا أصر فإنك تضربه. نعم،
هو ضرب الحبيب، لكنه ضرب التأديب أيضا، ليس ضربا فيه انتقام ولكنه ضرب فيه مصلحة. وكذلك الغلظة في الإسلام لها موقعها ولها موقفها الذي فيه المصلحة، فيه الرحمة، فيه تحقيق المعنى الكبير للنص القرآني الجليل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا راحمين مرحومين متراحمين، لكتاب الله داعين، ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم متبعين، وبحبل الله متمسكين، وبتوحيده ولتوحيده مذعنين، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإنني من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي إخواننا المسلمين في أندونيسيا حكومة وشعبا وعلماء ودعاء خير الجزاء على حسن استقبالهم وكرم ضيافتهم وتقبلهم للحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا وقلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على طاعته، وأن يوحد صفوفهم، وأن يجمع شملهم، وأن يرفع رايتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي في الله، موقف الإسلام من الإرهاب، لا بد قبل أن نبين موقف الإسلام من الإرهاب أن نحرر المصطلح، فلربما استعملنا مصطلحا غريبا عن ثقافتنا، مصطلحا لا يمت لكتابنا ولا سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم بأدنى نسب. الإرهاب مصطلح عصري استخدم للإطلاق على حالات العنف التي شهدتها الإنسانية في هذه الأيام من تقتيل أعمى، ومن تدمير، ومن تفجير، ومن تكفير. وهذا المصطلح إنما تناقلته وسائل الإعلام الغربي تصف به المسلمين وتصف به شعوب العالم الإسلامي، لأن تحرير المصطلح لا بد منه لفهم بعض الآيات التي قد اشتملت على هذا الفعل، أعني أرهب ويرهب وترهبون. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله حاضًا أمة الإسلام على الإعداد والاستعداد لقتال الكفار، أولئك الذين لا يقاتلون ابتداءً إلا بعد أن يعرض عليهم الإسلام لإنقاذهم من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلمات إلى النور، ومن جور الدنيا إلى عدل الدنيا والآخرة. فيعرض عليهم الإسلام ثم الجزية، فإن أبوا
فالحكم الفصل هو أن يجاهدوا لإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شبه أولئك الذين يدخلون في الإسلام عنوة، قال صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فعندما نخرجهم من كفرهم ومن ضلالتهم نخرجهم من النار إلى الجنة، ونقودهم من الظلم إلى العدل، ومن الغلظة إلى الرحمة. فهذا ديننا كله رحمة كما سمعتم، حتى وهو يقاتل أعداء الله يكون رحيما عليهم، ليصدهم عن العدوان، ويصدهم عن الافتراء، ويصدهم عن الظلم، وينقذهم من ظلم أنفسهم ومن ظلم أممهم. يقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإذا قد يأتي إنسان ويقول: هذا الإسلام إرهابي، وهذا القرآن قد ذكر أن الإسلام إرهاب. فينبغي علينا أن نفهم المصطلح قبل أن نعالج القضية. فمصطلح الإرهاب ليس مصطلحا إسلاميا، بل هو ليس مصطلحا عربيا، إنما المصطلح الشرعي الذي جاء في كتاب الله، والذي جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اصطلاح الغلو والتطرف. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فنهى وحذر وحرم ربنا تبارك وتعالى الغلو في الدين والتطرف في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، أي المتشددون بغير حق، المتطرفون في غير حق، الغلاة بغير صدق. إذا كان الغلو مذموما، فما هي الأسباب التي بيّنها الشرع لتطرف المتطرفين وغلو الغالين وبغي الباغين؟ من أهم الأسباب التي تقود إلى التطرف في الفكر، وإلى الغلو في المنهج، وإلى البغي في العمل والسلوك، الفهم الخاطئ لدين الله تبارك وتعالى. فهؤلاء قوم لم تدرك عقولهم مقاصد الشرع، ولم تستوعب قلوبهم رحمة الله للخلق، ولم ينفعلوا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، بل إن أصولهم أنكرت على الرحمة المهدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما قسم رسولنا صلى الله عليه وسلم غنائم غزوة حنين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي المهاجرين والأنصار، قام رجل فقال لرسول الله، لأعلم الناس بالله ولأتقى الخلق لله، قال له: اعدل يا محمد، فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله. نعم، اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه الفاسد وعقله الكاسد، لأنه لم يستوعب حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يريد أن يتألف زعماء القبائل ورؤساء العشائر ليكونوا مدداً للدين وعوناً للإسلام ورصيداً لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو بداية الشر
وهذا هو انطلاقة الغلو والتطرف. فعندئذ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا، أي من نسله وذريته، قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فهم على عبادتهم وعاطفتهم وحماستهم لا يفقهون الدين، بل يقرؤون ولا يفهمون، ويدعون العلم ولا هم يعرفون. فلذلك فإن الفهم الخطأ لمقاصد الشريعة والفهم الخطأ لدين الله كتابا وسنة يقود إلى الغلو، ويقود إلى العنف، ويقود إلى التطرف. وهذا ما لمسناه في واقعنا المعاصر، فإن هؤلاء الذين يقومون بأعمال العنف من تفجير ومن تقتيل أعمى ومن تدمير، فهموا آيات من آيات كتاب الله فهما خطأ، فأنزلوها على المسلمين، عمدوا إلى قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفهم هذه الآية فهما خطأ، فرأوا أن كثيرا من الدول المنتسبة للإسلام تطبق بعض الأحكام الغربية أو بعض القوانين التي استوردوها من الحضارة الغربية وما شابه ذلك، فقالوا: إذن هؤلاء لا يحكمون بما أنزل الله، إذن هؤلاء كفار، فعمدوا إلى تكفير حكام المسلمين. ثم رأوا وقالوا أن هذه الشعوب رضيت بحكم بغير ما أنزل الله، والذي يرضى بالكفر فهو كافر، إذن الشعوب كافرة، فنقلوا المعركة من مواجهة أعداء الله والذب عن حدود بلاد المسلمين إلى داخل البلاد الإسلامية، فأصبحوا يفخخون السيارات ويفجرون أبناء المسلمين. أصبح الشاب المسلم قنبلة موقوتة لا تدري متى ينفجر وأين ينفجر. وهكذا صدق عليهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج، قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولو رجعوا إلى فهم العلماء وتمسكوا بمنهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم لعلموا أن هذه المسألة حررها العلماء وبينها الفقهاء، وبينوا أن ترك الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفرا بذاته مخرجا من الملة، وإنما هو بحسب حال الذي يحكم بغير ما أنزل الله، إن استحل أو استحسن الحكم بغير ما أنزل الله، أو قال أنه غير واجب علي أن أحكم بما أنزل الله، أو أني مخير فيه كما بين العلماء من الصحابة الكرام، فهذا الذي يكفر. أما الذي قد يحكم هوى أو يحكم رشوة أو يحكم مصلحة أو يحكم خوفا، فهذا فقد أتى بابا من الكبائر، ولكنه لا زال في دائرة الإسلام، ولا زال مسلما يقول لا إله إلا الله. هذا هو سبب رئيس وسبب عظيم في وجود حركات الغلو وجماعات التطرف، وهو أنهم انتحلوا المنهج التكفيري الذي يقود إلى تكفير المسلمين حكاماً ومحكومين دولاً وشعوباً، لا يفرقون بين صغير وكبير، بين ذكر وأنثى، بين رجل وامرأة. هذا هو السبب الرئيس. وبعض الناس للأسف يغالطون أنفسهم بأنفسهم، يقولون إن من أسباب التطرف الفقر، ومن أسباب التطرف البطالة، ومن أسباب التطرف ما شابه ذلك، وهذا ليس من أسباب التطرف في شيء. وانظروا إلى قادة حركات التطرف في العالم الإسلامي، تجدونهم خرجوا من عائلات غنية
ومن بيئات لا تجد للمال مكانا. فهذا قائد تنظيم القاعدة ابن لادن، هل كان فقيرا؟ هل هذا أيمن الظواهري ساعده الأيمن هل كان فقيرا؟ وقس على ذلك، فهذه الفقر والبطالة ليس هو من أسباب التطرف، وإنما السبب الرئيسي للتطرف والقتل والتدمير والتفجير هو الفكر التكفيري، الفكر التكفيري الضال الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعت أصحابه ودعاته بأنهم كلاب أهل النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب أهل النار. ومن أسباب التطرف أيضا استعجال النتائج واستبطاء نصر الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، فكثير من هؤلاء المتطرفين الغلاة قرأوا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المستقبل لهذا الدين وأن النصر آت لهذه الأمة، لكنهم وجدوا واقع الأمة لا يتلائم مع هذه المبشرات النبوية، فاستعجلوا النتائج واستقدموا البلاء وافتعلوا الفتن، ظانين أن الله سوف يحقق بهم النصر لهذه الأمة، ظانين أنفسهم أنهم أهل لنصر الإسلام ولنصر دين الله، وأنهم محل لتنزيل نصر الله تبارك وتعالى. والذي يستعجل النتيجة دائما يكون عاقبته الحرمان، فمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، بل إنهم لم يفقهوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفيض صبرا، والذي كان ينظر إلى المستقبل بتدرج، وينظر إلى المستقبل بصبر. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما آذته قريش، وجاءه ملك الجبال يقول له: يا رسول الله، لو شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. كان باستطاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول: نعم، أطبق على أهل مكة الأخشبين فينتهي الأمر، ولكنه الأمل بالله، الأمل بنصر الله، الأمن بأن يخرج من أصلاب هؤلاء، يخرج من أصلابهم موحدون يرفعون كلمة التوحيد وينصرون دين الله. فيقول رسولنا الكريم الرحمة المهداة، يقول: إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وكان الأمر كما اعتقد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد خرج من صلب الوليد ابن المغيرة الذي وصفه الله في القرآن: هماز مشاء بنميم عتل بعد ذلك زنيم، خرج من صلبه خالد سيف من سيوف الله المسلولة. نصر الله به الإسلام وفتح به الفتوحات، وخرج من صلب فرعون هذه الأمة أبي جهل، أبي الجهل، خرج من صلبه عكرمة ابن أبي جهل الذي كان يؤلب ويشجع المسلمين في اليرموك، وقتل شهيدا في سبيل الله. نعم، خرج من أصلابهم من نصر دين الله، من فتح البلاد للمسلمين، من أعلى كلمة التوحيد. فهذا الصبر وليس الاستعجال، وليس استبطاء نصر الله، وليس استدعاء البلاء والفتن كما يفعل أولئك المتعجلون. هذا الاستعجال الذي حذرنا منه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ولكنكم تستعجلون. ومن أسباب التطرف والغلو والعنف هو انتشار الفساد في بلاد المسلمين، وانتشار الضعف في بلاد المسلمين، فهذا الفساد يولد فسادا، وهذا الضعف يولد تطرفا وغلوا، لأن كثيرا من الذين يتحركون بعواطفهم ويتحركون بحماساتهم
ولا يحكمون شرع الله في أمة الإسلام عندما يرون الفساد قد استشرى، وعندما يرون الضعف قد استفحل، لا يجدون أمامهم إلا أن يقوموا بهذه الأعمال ظناً منهم أنهم يصلحون، وهم في الحقيقة يفسدون. فإذن على المسلمين حكاماً ومحكومين دولاً وشعوباً أن تصلح من شأنها، وأن تعود إلى دينها، وأن تحكم كتاب ربها، وأن تطبق سنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. عليها أن تنصر الله حتى ينصرها الله، ويحفظهم ويحفظ بلادهم ويحفظ شعوبهم ويحفظهم في أنفسهم وأموالهم وأولادهم. ومن أسباب التطرف أيضا، وهي ظاهرة العيان، أن أعداء الأمة وجدوا في هؤلاء المتطرفين، ووجدوا في هؤلاء الغلاة، وجدوا فيهم أداة لتنفيذ مآربهم في بلاد المسلمين. فما احتلت أفغانستان إلا بسببهم، وما دمرت العراق إلا بسببهم، فهم وسيلة من وسائل أعداء الدين لتحقيق مآرب الأعداء في بلاد المسلمين. فلذلك فإن أعداء الأمة يشجعونهم، وأعداء الأمة يمولونهم، فمن أسباب غلوهم أيضا دعم أعداء الله لهم. إذا عرفنا الأسباب إخوة الإسلام، أسباب هذه الظاهرة الخطيرة التي تجتاح العالم بأسره وبخاصة دول المسلمين، فإن العلاج عندئذ يهون إذا ابتغينا بذلك وجه الله واستعنا بالله عز وجل، فإنه نعم المعين. من أهم علاج هذه الظاهرة أن تفتح الدعوة للعلماء الربانيين، وأن يمكنوا من وسائل الإعلام التي تصل إلى كل بيت، أولاً ليوجهون الأمة وشباب الأمة توجيهاً إسلامياً صحيحاً، وثم ينظروا في شبه هؤلاء الغلاة المتطرفين فيبينونها ويردون عليها بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنا في سلفنا الصالح أسوة حسنة، فقد أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس ليناظر الخوارج ويبين لهم انحرافهم في فهم دين الله، فقام ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قام بمناظرتهم. فانظروا، انقسم عندئذ الخوارج إلى قسمين: قسم أزيلت الشبهة عن عقولهم فرجعوا وهم الغالبية، وقسم بقوا متعنتين على باطلهم وهم القلة. عندئذ قاتلهم علي رضي الله عنهم وأنهى أمرهم في موقعة النهروان. كثير من هؤلاء الشباب مغرر بهم، كثير من هؤلاء الشباب استدرجوا باسم الدين وباسم العاطفة الدينية وباسم الدفاع عن بلاد المسلمين وقضايا المسلمين وعن أعراض المسلمين، ولكنهم استخدموا استخداما في غير محله. فيجب على العلماء ويجب على الحكام أن يتعاونوا فيما بينهم، هذا بحكمه وهذا بعلمه، لحل هذه القضية الخطيرة. وإذا استعانوا جميعا بالله وفقهم الله، كما قال الله تبارك وتعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. ومن أعظم علاج هذه الظاهرة الخطيرة أن يصلح المسلمون مجتمعاتهم وأن يعودوا إلى دينهم، فإن الأمن والأمان قرين للإيمان، فإن المؤمن هو صاحب الأمن والأمان، وأن المؤمنين هم الذين يستحقون الأمن والأمان. انظروا وتأملوا قول الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم
وعاملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا كان التوحيد في الأمة، وإذا كانت السنة في الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى يمن عليها بالأمن والأمان، ويحفظها من أعدائها في الداخل، ويحفظها من أعدائها في الخارج، وتكون خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمة التي تأمر بالمعروف، والأمة التي تنهى عن المنكر، والأمة التي تصلح أمرها وشأنها مع الله، يمن عليها الله بالأمن والإيمان. ومن أعظم أسباب أو علاج هذه الأسباب عدم الإثارة المضادة من أعداء الدين للمسلمين، فهؤلاء الكفار الذين احتلوا بلادنا ونهبوا خيراتنا ونهبوا خيراتنا واستعبدوا شعوب المسلمين، ماذا ينظرون من المسلمين؟ وماذا ينتظرون من المسلمين؟ هل ينظرون من الذبيحة أن تستسلم لهم؟ ماذا ينتظر الجزار من الذبيحة؟ إذن هم الذين اعتدوا على بلادنا، هم الذين اعتدوا على أعراضنا، هم الذين نهبوا خيرات المسلمين، فماذا ينتظرون من الشعوب المسلمة؟ أن تذل لهم، أن تخنع لهم، أن تستسلم لهم. معاذ الله، إن ديننا لم يرب هذه الأمة على الخنوع، ولم يرب هذه الأمة على الذل، فلو جلسوا في ديارهم لما نالهم شيء من هذه الأمور التي يشكون منها. وكهكذا هم في بلادهم يستثيرون المسلمين ويحقدون على المسلمين، وانظروا إلى هذا الرسام الذي استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وصور له رسوما كاريكاتيرية، ماذا يريدون؟ يستهزئون بنبينا، ويستهزئون بديننا، ويستهزئون بمقدساتنا. إذن فهم الذي يصدرون الإرهاب، وهم الذين يرعون الإرهاب، إن أردنا أن نحقق المسألة. ثم إنه لا بد من بيان لأمرين: الأمر الأول أن من حق الشعوب المسلمة، من حق المستضعفين في الأرض، أن يدافعوا عن بلادهم، أن يدافعوا عن دينهم، أن يدافعوا عن رسولهم، أن يدافعوا عن إسلامهم. لهم الحق في كل الشرائع السماوية وكل القوانين الوضعية وكل الأنظمة البشرية، للضعيف أن يدافع عن دينه، وأن يدافع عن أرضه، وأن يدافع عن عرضه، وأن يدافع عن خيراته. فالشعوب التي تجاهد في سبيل الله وتدافع عن أرضها وعرضها في مشارق الأرض ومغاربها ليست شعوبا إرهابية، وليست شعوبا متطرفة، إنما هي ترد العدوان وتصد العدوان عن بلادها وعن دينها وعن أعراضها وعن مقدساتها. ثم أمر آخر: إن وصف الإسلام بالإرهاب أو أنه مصدر الإرهاب، فالإرهاب لا دين له، فكما يوجد في المسلمين متطرفون وغلاة، يوجد في النصرانية متطرفون وغلاة، ويوجد في اليهودية متطرفون وغلاة، ويوجد في كل الشعوب متطرفون وغلاة، لماذا يسكت عن هؤلاء وينسب التطرف والإرهاب إلى الإسلام؟ إذن الإسلام بريء من التطرف، الإسلام بريء من الإرهاب. اصلحوا شعوبكم تستقيم لكم أموركم. وآخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجمع كلمة الموحدين، وأن يكف أذى المشركين عنا وعن ديننا وعن مقدساتنا وعن بلادنا وعن أعراضنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.